حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، آية تستوقفني دائما وأنا شخصيا أكررها كثيرا. هذه الآية تعلمنا دعاء لطيفا جدا ومناسبا لمن تنتابه نوبة شك. أحيانا الإنسان عندما ينظر إلى هذه الدنيا، إلى زخرف الدنيا، ينظر إلى حال الغرب المتطور علميا مع أنه ملحد غالبا، وينظر إلى حال المسلمين أحيانا، ينتابه شيء من التفكير. هناك أناس ليس لديهم إيمان قوي بالله، ليس لديهم معرفة بالقرآن العظيم، ليس لديهم معرفة بحكمة الله عز وجل. الشيطان يمكن أن ينفذ إلى دماغهم ويوسوس لهم ويحدث لديهم ما يسمى بوسواس العقيدة أو شك العقيدة، يشك بوجود الله وهو يعلم أن هذا الوسواس غير صحيح، ويعلم أن الله موجود ولكن هناك فكرة يحاول أن يتغلب عليها ولا يستطيع. الله علمنا دعاء يطمئن به المؤمن، الذي في قلبه شك يطمئن، هو علاج حقيقة. وحتى وأنت في أعلى درجات الإيمان ينبغي أن تدعو بهذا الدعاء، لأن الله أنقذك من الشك والوساوس كشكر لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كلمات رائعة جدا مختصرة، أرجو أن نحفظها جميعا. هذا الدعاء يتألف من عدة أقسام. أولا ربنا، اعتراف أن الله سبحانه وتعالى هو المربي، هو الذي يصرف عنك الهم، هو الذي لديه القدرة أن يزيل عنك هذا الوسواس. ربنا لا تزغ قلوبنا، أخذك إلى القلب وليس الدماغ، لأن القلب هو محل الوسوسة، وسوسة الشيطان. طبعا العلماء اليوم كل شيء يقولون موجود في الدماغ، ولكن هذا الكلام صحيح جزئيا. الحقيقة الكاملة أن الدماغ بالفعل يقوم بمعالجة البيانات وتخزينها إلى آخره، ولكن المسؤول عن هذا الدماغ هو القلب. القلب مسؤول عن الدماغ أيها الأحبة، فهو الذي يعطي الأوامر للدماغ ليقوم. إذن الدماغ منفذ، القلب هو الذي يعطي الأوامر. مكان الزيغ في القلب، مكان الوسوسة في القلب. لذلك آخر سورة في القرآن: الذي يوسوس في صدور الناس، لم يقل في عقول الناس، لم يقل في دماغ أدمغة الناس، في صدور الناس، ليدلك على أن هذا الصدر هو مكان الوسوسة، من هنا ينفذ الشيطان. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد أن يطمئن شخصا أو يهدئ شخصا أو يدعو لشخص، يضع يده على قلبه، قلب هذا الشخص، ويدعو له، يدعو له أن يصرف عنه الفحشاء، أن يثبته على الحق. لذلك لا مانع أيها الأحبة أن أحدنا يضع يده على قلبه هكذا مكان القلب ويقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والزيغ هنا أيها الأحبة هو الانحراف عن الطريق الصحيح. أنت إذا كنت تسير في سيارة بسرعة جنونية، أقل انحراف يعني الكارثة. الزيغ هو أقل من الانحراف على فكرة، يعني الانحراف هو شيء كبير، الزيغ هو شيء بسيط. لذلك الله عز وجل أمرنا أن نلجأ إلى الله ونقول: ربنا لا تزغ، يعني لا تجعل قلوبنا تنحرف ولو شيء بسيط. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وماذا بعد ذلك؟ إذن طلبت من الله أن يثبتني على الحق.
الشيء الثاني، لابد أن أطلب الرحمة من الله، لأننا من دون رحمة الله لا نستطيع أن نعيش أيها الأحبة. لو أن الله تركنا لأنفسنا سنضل وننحرف وتصبح الحياة تعيسة، كما هو حال الملحدين اليوم. لذلك وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. إذن أيها الأحبة، هذا دعاء أنا أنصح به كل أخ مؤمن، سواء يتعرض لشيء من الشك أو لا يتعرض، لا مشكلة. المهم أن يستفيد من هذا الدعاء، أن يدعو به، وبخاصة 7 مرات. الرقم 7 له أثر عظيم جدا في الشفاء، والنبي كان يؤكد ذلك، والقرآن أكد ذلك أيضا، لأنه جعل أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة وتسمى الشافية، جعلها 7 آيات وسماها 7 المثاني. فالرقم 7 له أسرار في الشفاء. نكرر هذه الآية 7 مرات، وسوف تجد أن الشيطان لن يستطيع أن ينفذ إلى صدرك مرة أخرى، بشرط القراءة لا تكفي. قراءتك لهذه الآية يجب أن تكون مع الثقة بالله، يجب أن تثق بالله ثقة مطلقة، هذا أولا. ثانيا، يجب أن تعتقد أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله. وثالثا، يجب أن تعتقد أن هذا الشيطان كيده ضعيف، لا يستطيع أن يسيطر عليك ولا يستطيع أن يوسوس لك إذا كنت قويا. فاستمد قوتك من الله عز وجل، وادعو بهذا الدعاء وتوكل على الله، وابدأ بممارسة أعمالك من قراءة، من اطلاع، من عمل، من حب الخير للآخرين، دعوة إلى الله، اشغل نفسك بالدعوة إلى الله. هذا علاج ممتاز لموضوع ما يسمى بالوسواس القهري. اشغل نفسك بنشر العلم النافع مثلا، أي عمل فيه دعوة إلى الله، فيه عمل تطوعي. جامعة هارفارد قامت بدراسة، أختم بها، على مدى سنوات طويلة، دراسة عالمية كبرى، وجدوا أن الذي يقوم بأعمال تطوعية يكون أسعد الناس، كمية الهرمون السعادة يفرزه بشكل كبير، يكون سعيدا، يكون أطول عمرا من غيره حسب الإحصائيات، والأعمار طبعا كلها مقدرة عند الله، ويكون بصحة نفسية أفضل، وصحة جسدية أفضل، ونظام مناعي أقوى. لذلك العمل التطوعي، عمل تطوعي، انشر العلم النافع، ساعد الآخرين، تستطيع أن تقوم بكثير من الأعمال التطوعية. ولا تنسى هذا الدعاء أخي الحبيب 7 مرات، وبخاصة عندما تستيقظ من النوم وقبل أن تنام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله رب العالمين. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.